يعني منذ البداية أنا كنت شاك بأن إيران تقوم بهذا الرد وتقوم بعملية مؤلمة تجاه إسرائيل. لذلك الآن تتضح الأمور بأن النظام الإيراني لم يرد، وإذا قام برد الرد سيكون شكلي واستعراضي وليس رد سيضرب إسرائيل ويسببه له آلام عميقة. لذلك أنا أعتقد الإيرانيين وحتى حسن نصر الله وصلوا إلى هذه النقطة بأن مواجهة النظام الإيراني أو إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل يعني دخول في حرب كلاسيكية، والحرب الكلاسيكية في النهاية هي النظام الإيراني سيكون الخاسر فيها. الآن مثلا هم تعرفون أن منذ 45 عاما دائما يعطوا شعارات بأن يريدون إزالة إسرائيل من الوجود، ولكن الآن تذكروا بأنهم ليس لديهم نظام دفاع جوي متطور، ولذلك طلبوا من روسيا أن تقدم لهم نظام دفاع جوي متطور. ولذلك وهناك مسائل كثيرة، الاقتصاد الإيراني يعني في حالة جدا سيئة، الأوضاع الداخلية متفجرة، وبعدين الانتخابات الأخيرة التي قامت صوتوا لبيزشكيان، يعني لم يصوتوا إلى اتجاه حربي مثل سعيد جليل. ولذلك أنا أعتقد أن القادم هو أن جماعات الوكلاء هم الذين سيقومون بهذه المهمة، لأن الحسابات ودفع الفاتورة سيأتي على شعوب هذه الوكلاء، سيأتي على الشعب اللبناني، سيأتي على الشعب اليمني، على الشعب العراقي. نعم دكتور العراقي. حسن، ولكن ألا تعتقد بأن هذه المرة المسألة مختلفة، لأن الضربة كانت في الداخل الإيراني في طهران تحديدا، هذا كان يمس بسيادة إيران بالدرجة الأولى قبل حتى الوكلاء أو من هم أقرب لإيران في المنطقة؟ يعني هي كانت ضربة إذلال للنظام الإيراني، ولكن لا تنسوا أن هناك، وهذا يتطلب ردا قويا من إيران، أو على الأقل ردا من إيران، ربما سرب مسيرات مثل ما حدث في إبريل الماضي، ولكن على الأقل رد ينطلق من طهران. هناك مسألة جدا مهمة في داخل إيران وحتى في أروقة النظام الإيراني، يطرحون هذا السؤال المهم: هل نحن ندخل في حرب من أجل فلسطيني مات في إيران؟ والله لم يدخلوا في حرب من أجل فلسطيني قتل في طهران. هذه الموضوع الأساسي. النظام الإيراني حتى لم يستطيع إقناع هؤلاء الموالين حوله بأن يدخل حرب من أجل فلسطيني مات في طهران. دكتور حسن، بصرف النظر عن هوية المغتال، ولكن الضربة حدثت في طهران في العاصمة الإيرانية، استهدفت هذه الضربة الإسرائيلية موقعا مؤمنا إيرانيا، حتى أن كل التقارير تحدثت لاحقا عن حملة اعتقالات، صحيح بأنها نفيت من قبل الإيرانيين اليوم، ولكن يجري الحديث جديا من قبل التقارير الغربية عن حملة اعتقالات، عن بحث وتحقيق في طبيعة هذا الاختراق الكبير للداخل الإيراني. نعم هذا حدث، ولكن بتقديري أنا الأوضاع التي ندرسها الآن في طهران وفي المدن الإيرانية والأسئلة التي تطرح والرأي العام الذي يتوجه حول هذه القضية، لا يريدون بالنهاية إذا تم دخول النظام الإيراني في حرب مع إسرائيل، السبب هو أن إسماعيل هنية قتل في طهران وهذا سيبقى في التاريخ، ولكن هم لا يريدون دخول في حرب ليس فقط من أجل إسماعيل هنية، حتى من أجل فلسطين. هم يريدون يستخدمون القضية الفلسطينية من أجل التدخل في الجغرافيا العربية والإسلامية. هم الآن مثلا يريدون استخدام منظمة التعاون الإسلامي من أجل تغطية عربية إسلامية إلى مواقفهم وتحركاتهم، ولكن هل هم حقيقة يريدون مواجهة إسرائيل؟ الهدف الأساسي هو توريط بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية في هذه القضية، وليس هناك حركة أساسية من أجل فلسطين وما شابه ذلك.
نعم دكتور حسن، اليوم القراءة الأمريكية حقيقة هناك قراءتين، هناك قراءتان أمريكيتان لطبيعة الرد الإيراني. بلينكن تحدث لنظرائه في دول السبع يوم الأحد الماضي بأن إيران سترد في غضون 24 ساعة إلى 48 ساعة، على ما يبدو هذه الساعات أو هذه المهلة المحددة انتهت أو تقارب على الانتهاء. في المقابل الاستخبارات تتحدث عن سيناريو مختلف تماما، تقول إنها لا تتفق مع ما تحدث عنها بلينكن وبأن الرد سيتأخر قليلا. كيف تفسر هذا الاختلاف في الداخل الأمريكية والقراءة الأمريكية، وما السيناريو الذي يبدو أرجح؟ يعني هناك كانت بعض التسريبات المتعمدة من قبل النظام الإيراني حول أن هناك رد سريع ويأتي في إطر التاريخ أو الوقت الذي قاله بلينكن، ولذلك بعض القنوات الاستخباراتية استطاعت أن تلغط هذه المعلومات من هذه التسريبات المتعمدة من النظام الإيراني وركزوا على هذه القضية. الآن تبين أن هناك تسريبات متعمدة ولم يأتوا في هذه التاريخ، ولكن بتقديري أنا الخميس القادم أو الجمعة القادمة سنشهد تحرك إيراني، ولكن هذا التحرك سيكون استعراضي وليس حقيقة ردا قويا على إسرائيل، يؤلم إسرائيل ويغير استراتيجيات ويغير توازنات ويعطي الفلسطينيين قوة للدخول في مواجهة إسرائيل. لذلك أنا أعتقد أن التركيز الآن هو على هذه الصورة. نعم.